بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولادي وبناتي طلاب المرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي لمدرسة طلال الإسلامية للغات، أهلا بيكم. معاكم نيلي شحاتة، مدرسة الكمبيوتر للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدرسة. هنبتدي النهاردة إن شاء الله نراجع على الجزء اللي احنا شرحناه في الخمس أسابيع اللي فاتوا في منهج الترم الثاني. طبعا احنا عندنا هنا الجافا هو محور المنهج بتاعنا الترم ده، والجافا دي عبارة عن لغة بنعمل بيها صفحات، او بنخلي الصفحات اللي احنا صممناها في الترم الاولاني باستخدام ال HTML صفحة فعالة يقدر اليوزر من خلالها ان هو يسجل بياناته على الموقع. عندي طبعا مكونات المنهج بتاعنا الترم ده عبارة عن 3 يونت. اليونت الاولاني بتتكلم عن الفورم، اليونت التانية او تصميم الفورم يعني introduction للجافا، هنتكلم عن لغة الجافا واستخدامها. اما اليونت التالتة هنتكلم عن safe use of the internet or internet security اللي هي الاستخدام الامن للانترنت، ودي حاجة ملهاش علاقة بيونت 1 و 2 علشان بس نبقى سيف واحنا او نستخدم الانترنت بشكل امن واحنا بنستخدمه من على موبايلاتنا او من على اي كمبيوتر. عندي اول حاجة ادي الفورم بتاعتنا، والفورم معناها نموذج اليوزر بيملاه لما يجي على الويب سايت بتاعنا اللي احنا عملناه في الترم الاولاني. لو انت عايز مثلا تخلي اليوزر يكتب اسمه، يكتب سنه، يكتب مثلا الباسورد بتاعته، يسجل بياناته بشكل عام، بنستخدم بنصمم له الفورم دي. طبعا لو انت عايز تخليه يحدد الجندر او اللي هو النوع، اذا كان ميل او فيميل، اذا كان هو بيعرف لغات او وبيعمل كليك على بوتونز معينه. احنا ما يهمناش المكونات يعني بخصوصيه، احنا يهمنا المكونات دي بنعملها ازاي، او التولز دي بنعملها ازاي. يعني احنا هننشئ الفورم دي وهنعمل التولز دي، هنتعرف على اسماء التولز واستخداماتها. اول حاجة طبعا علشان نبتدي ان احنا نعمل فورم باستخدام لغة ال HTML بنفتح علامتين التاج وبنقول له فورم، وبنبتدي ان احنا نحط التولز بتاعتنا. اول تول معانا زي ما انتم شايفين تول اسمها تكست او تكست بوكس. التكست دي عبارة عن a tool is used to enable user to type inside، يعني أداة بتخلي اليوزر اللي هيستخدم الفورم دي أو النموذج ده يكتب بيانات من خلالها، يعني هيكتب بيانات في المكان ده. طيب ده علشان نعمله بنكتب كود، بنقول له بعد كود الفورم بنكتب كود اسمه، أو بنقول فيه بنفتح علامتين التاج ونقول له input type equal text، وبنكتب قبلها كلمة الاسم بالعربي أو كلمة name لو احنا عايزينها بالإنجليش. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها radio button. الراديو button ده علشان اليوزر يختار حاجة واحدة بس، زي ما انتوا شايفين it's used when the user will choose one from alternatives، بيختار حاجة واحدة بس، يا ميل يا فيميل يا مسلم يا others، يعني هو بيختار حاجة واحدة بس، يا Egyptian يا others كده، لو احنا مثلا هنخليه خاص بالجنسية او بالناشناليتي يعني. طب ده برضو لما نيجي بنحطه بنكتب input type equal radio. طيب التول التالتة اسمها check box. check box عندي اليوزر بيختار حاجة او اكتر من حاجة. it enables users to choose more than one alternative، بيختار حاجة او اكتر من حاجة. عندي بعد كده button، اي button in general، بنقول له input type equal button بس. is used to perform a task when clicking on it، طبعا اليوزر بيعمل كليك عليها علشان ينفذ مهمة معينة. عندي تاني نوع من انواع البوتونز، نوع اسمه submit. السبميت بوتون is used to transfer data to another page to save the input data، او بالعربي علشان تاخد البيانات بتاعت اليوزر اللي كتبها، وهيبتدي ان هو البوتون ده عن طريق الكود بتاعه هيسيفها او هيعمل لها حفظ على الموقع عندنا في صفحة تانية بشكل دائم.
عندي بعد كده button اسمه reset. reset button ده it's used to clear or remove all entered data، يعني علشان يمسح البيانات اللي اليوزر كتبها، يقدر ان هو يمسح البيانات دي تاني لما يدوس على الريست بوتن، وده بنقوله input type equal reset reset. اما submit button بنقوله equal type equal submit. هنشوف الكلام ده بيتنفذ ازاي كأكواد. ادي الفورم، بنكتب فورم، بنكتب كلمة نيم، بنقول input type equal text عشان يظهر مكان اليوزر يحط فيه النيم بتاعه. وطبعا name is used to mention the user to input his or her name، يعني علشان ننبه اليوزر ان المكان ده اللي هيتفتح هيكتب فيه اسمه. تاني حاجة age بنكتبها علشان يوزر يكتب الage بتاعه. input type equal text هيكتب الage بتاعه جوه التكست بوكس ده. تالت حاجة password input type equal password، ودي علشان تبقى encrypted او تبقى مشفرة، هتظهر الباسورد هنا في الحالة دي. طبعا انتوا شايفين هنا التكست، لكن هنا كلمة password. التول بتاعت التكست تختلف عن التول بتاعت الباسورد، علشان التكست بتظهر فيها الارقام والحروف والرموز، لكن الباسورد ما بتظهرش وبتظهر بشكل مختفي او بشكل مخفي او مشفر، بتعملها زي النقط السوداء. عندي بعد كده بنكتب ميل او فيميل، وبنكتب جنب input type equal radio، هنا input type equal radio علشان اليوزر يبتدي ان هو يختار حاجة واحدة بس من الاثنين. ودي بتتطلب ان احنا نضيف هنا في الكود قبل ما نقفله خاصية، او بنقول عليها عندنا attribute، يعني بنقول اسمها value sorry name. name دي بنقول name equal، وبنسمي الراديو ده باسم، وبنسمي الراديو ده برضو بنفس الاسم. يعني هنا هنزودها، هنقول name equal مثلا A، وهنا هنقول name equal A برضو هنا قبل ما تتقفل. بعد كده عندي هنا هنكتب له اكواد علشان يظهر له المربع الفاضي اللي بيعمل عليه تشيك او علامة صح، وده بيخليه يختار اكتر من حاجة، مفيش مشكلة. input type equal check box، وبنكتبها كلمة واحدة في الكود، ودي مش بتحتاج ان احنا نعمل معاها اي حاجة، لا هي بيظهر كلمة Arabic وجنبيها مربع فاضي، وهنا كمان English وجنبيها مربع فاضي، وهنا French وجنبيها مربع فاضي، زي ما احنا شفنا في السابق في الرسمة بتاعت الفورم اهي زي دي كده. يبقى ادي التكست name age، ادي التكست وادي التكست. عندي هنا password، هنا password لما يجي يكتب هيبقى حروف مشفرة. عندي ميل في ميل بيظهر هنا دايرتين، الدايرتين دول هما الراديو. عندي بعد كده هنا تلات لغات اللي هما العربي والانجليش والفرنش، بيظهر هنا جنبيها تلات مربعات علشان يختار منهم. اما البوتونز بنكتب طبعا input type equal button، وحنزود لها حاجة اسمها attribute اسمها value علشان يظهر عليها كلمة okay، بنقول له value equal okay. لكن submit بنقول له input type equal submit، و reset input type equal reset بيظهروا عليهم زي ما انتم شايفين، ما فيش مشكلة. عندي طبعا بعد كده طبعا النوت دي انا قلتها اثناء الشرح، لما بنعمل radio button بنقول له input type equal radio، بنقول له name equal A علشان نسمي الراديو buttons بنفس الاسم، ولما يجي اليوزر يختار حاجة واحدة هيختار حاجة واحدة بس، ويبقى متفعل ان هو يختار حاجة واحدة بس منهم. عندي طبعا الاسئلة دي هحط لكم الاجابات بتاعتها فيما بعد على ملف PDF علشان تنزلوه to check your answers later. عندي هنا البروجيكت ده يعني هو كان activity، هو مش موجود عندكم في الشيت بتاعكم. طبعا عندي هندخل دلوقتي على يونت 2. يونت 2 بدأناها بالفعل، وانا كل ده بعمل مراجعة على اللي فات. يونت 2 طبعا بتتكلم عن basic concepts in Java. طبعا اول حاجة عندي او اساسيات في لغة الجافا، the instructions in Java are statements، يعني الاوامر عندنا في الجافا بنقول عليها كلمة statements. ال statements دي are written in HTML codes، بتتكتب داخل أوامر ال HTML codes، هي مش بتتكتب separate، ما بتتكتبش لوحدها، دي بتبقى included لل HTML codes. طبعا احنا كتبنا الفورم أو أنشأنا الفورم بلغة ال HTML، لذلك احنا هنزود عليها أكواد جافا وهنشوف ازاي.